اي واش الدراري، يعني مزيان بخير. انا جيت لكم جديد كندخل المغرب الفلام، ندير تقريبا ماشي تقريبا ولكن واحد شويه ديال الكوبي ولا شويه ديال الصانيه دايرينو في هذه شوي، و الطابلو ديال الاس اش فيه 160 بارت بريز كاشمانات بصحاح ديال البصه، مرايا تا هما كذلك بلاص لا شارج فعلى لارم، ولكن غادي نوريها لكم. ولكن قبل ما نوريها لكم دير بوس ادخل عندي الانستغرام ديالي وهذا ايوب سيكليس، دير واحد ابوني، دير معاك واحد لايك وهبط ابونا في لاشين الثانية ديالي اللي هي ايوب سيكليس نيت، هادشي اللي كاين وكملوا الفيديو ديالنا. غنوقفو واحد الوقيفة قريبة ماشي بعيدة بزاف باش نوريوها عليكم وتشوفوها كيفاش دايرة والديزاين، شالو لومبان. غنوقفو هنا دابا نيت طبعا كيما هي كيف ما كتشوفو فيها هي الشكل ديالها، هاد الديزاين ديالها من القدام كيفاش داير، شايف الصد البولات ثلاثة الفوق ثلاثة لتحت لي كاشمان ليد كيشعل الضو هاكا ليد، هادشي لي كاين. مراية ديري فيهم بحال ستيل ديال الكربون تسمى البولي كربون، بنوة تيبليس فيهم خطوطة بحال هاكا، فران ديسك كاش ديسك فيها مكتوبة الاف سي كونت هنا، وهنا فلام من اللور هاي كيش ديرا فيها بولات، ديرين لنا واحد بحال المثلث ديرين فيه انقيطات بلاكا تشوفوها شي اللي كاين تكايا. نجيو الكونتاك ديالنا الالارم هنا مني كديماري، فرينة الديسك لورو قدام فرانات في اليد شيلي كونتور 160 بقا يلا دخلات ما بقا ما عرفناش شحال الطوب سبيد ديالها تترو ذاك ديك الساعات، وهاد غادي نجريو بيها وهادشي اللي كاين، وعطاو معانا تنكملو بها التيست ديالنا. هي في الكادر ديالها تبارك الله، راه في ملي كتكون تجي في كارطونه في التقول ديالها كاينه فيها 115 كيلو في الثانيه، واقع لها كاينه شي 98 ولا ما كاملاش واقع لها كاع واصله 90. هادشي اللي كاين باش عجبتني هو ان هاد الباص هادي مداروش فيها الشبكه، الشبكه مش يديروها كتكون كدبر كتحط رجلك هنا كضرب فران ولا شي حاجه كتبلوكي كتدبرك. بريت شي حاجه واعره دابا تشكون غادي بارت بريز ما كيتزعزع ما والو بري كيتزعزعش غادي صامت شي بحال شي بارت بريزات وغليظ ومحرفين له من هنايا سوخا ما يتشتناش فهمتي تبقى صحيح، هذا هو الجزايا اللي فيه. الثمن ديالها باقي ما عرفتوش ولكن انا غادي نحطو لكم اللي غادي نعرفو غادي نكتبو لكم هنايا في الفيديو غتعرفو الثمن ديالها شحال داير، وباينة فيها تبارك الله تجري مجهدة وكتقاس لها كثير اشهر، اللهم بارك وزيد في ذلك. هذا هو البلان، والله لا فيها ركبة واعرة،
واحد خينا سريت شنو قال كاع هي تفكرت قالي انت كاع المطر اللي كتجيب كلهم كتشكرهم كنشكرهم كاملين حيتاش انا ما كنجيبش لا فيراي كيجيبوا غير المطر اللي مزيانين ولا تخدم به ما غاديش يقول وكنعطيو حتى العيوب ديالو ولكن فهمتي العيوب ماشي كيكونوا شي حاجه كراف ساهلين كيتصايبوا طول فلان ودا وصلنا للخر ديال لا فيديو وغنقول بيس اند لوف وشوفكم فيديو جديد تهلاو